مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج الحصاد ياتيكم من الاحد الى الخميس في تمام الثامنه. في حلقتنا الليله هنتكلم عن اختتام فعاليات القمه العربيه اللي عقدت في السعوديه واللي صدر بيانها الختامي بالفعل موضحا ضروره التغلب على الارهاب واتفاق عام على تشكيل قوه احتياطيه للتدخل لمحاربه الفكر الارهابي. اتفقوا على ادانه ايران وتدخلها السافر في المنطقه العربيه، وايضا اتفقوا على حمايه مياهنا الاقليميه وغيرها من الامور الاخرى. خلينا نتكلم النهارده مع ضيفنا الاستاذ شريف سمير في ركننا الحواري، مساعد رئيس تحرير الاهرام، واللي هيكلمنا عن هذه القمه ما لها وما عليها، ابرز ما لفت انتباهه في كلمه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والذي كان له كلمه فارقه في هذه القمه ربما اختلفت عن باقي كلمات القاده والزعماء اختلافا كبيرا للغايه، ويعني ذكر فيها العديد من الامور الجديره بالمناقشه. هنتكلم كمان عن صناعه الدواجن في مصر، ربما احنا عندنا يعني رغبة في أن الشباب يتجهوا إلى إقامة مشروعات صغيرة، الشباب عاوز حاجة مضمونة، ربح يكون سريع، بيفكر في أنه يعمل مزارع داجنة تكون صغيرة شوية، يعمل على تسمين بعض الدواجن. هل ده ممكن؟ هل ده سهل؟ هل في عقبات؟ هنناقش ده كله مع دكتور أحمد شوي الباحث بمركز بحوث صحة الحيوان. وكمان هنتكلم عن التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة وهذه الأهداف الإنمائية وعلاقتها بالتغيرات المناخيه وتاثير كل منهما على الاخر. وهنستضيف في هذا الركن الحواري دكتور فوزي العسوي يونس رئيس وحده فسيولوجيا الاقلمه بشعبه الانتاج الحيواني بمركز بحوث الصحراء. دي يعني الحوارات اللي هتكون معانا باذن الله النهارده في النصف الثاني من الحلقه. والان هنستعرض مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه واللي هنبداها من البرلمان اللي وافق نهائيا على قانون التحفظ على اموال جماعات الارهاب والارهابيين. وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان: حاجة مشرفة، القانون وافق عليه المعارضة والأغلبية وأنا أعلن موافقة المجلس نهائيا. كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي الكيال وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. ودعا الدكتور علي عبد العال النواب المتواجدين خارج الجلسة وفي البهو الفرعوني إلى دخول القاعة الرئيسية حتى يكتمل نصاب الثلثين المطلوب لأغلبية التصويت على مشروعي القانونين. عارفين إن كان عندنا مشكلات بعد سقوط الطائرة يعني الروسية يعني اللي كانت بتقل كتير من السياح في الأجواء المصرية نتيجة ربما يعني كما قالوا العمل الإرهابي، لسه التحقيقات يعني أخذت وقت طويل جدا ودي بتاخد وقت طويل، لكن في النهاية النتائج المتمخضة عن هذا الحدث أنه تم حجب الطيران لفترة طويلة جدا والسياحة الروسية كانت ممتنعة عن المجيء لفترة طويلة. في تبشير ببداية عودة الطيران الروسي إلى مصر، لكن لسه هو ما عادش إلى منطقة شرم الشيخ أو الغردقة. وزير الطيران بيقول اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل. أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع الجانب الروسي منتصف الشهر المقبل لتحديد خارطة الطريق المستقبلية حول عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة. وقال فتحي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إفريقيا للطيران 2018 والمنعقد بالقاهرة: سيتم خلال الاجتماع تقييم مرحلة تسيير الرحلات بين الجانبين بعد استئناف الرحلات التي كانت متوقفة لمدة أكثر من عامين على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شمال سيناء. وأضاف وزير الطيران: نحترم قرارات الجانب الروسي، مؤكدا أن التشاورات بين الجانبين تنسيقية، ومؤكدا أنه عندما يرى الجانب الروسي التوقيت المتاح لعودة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة سيتم استئنافها بالتنسيق مع الجانب المصري. نرجو أنه يعني يرى ذلك قريبا، لأنه أخذ وقت طويل قوي علشان يرى ذلك، وإحنا عملنا حاجات كتيرة جدا من الاشتراطات اللي كان طالبها الجانب الروسي، فنتمنى أن ده ينجز بإذن الله في أقرب وقت.
طبعا في تعديات كتيرة على الأراضي الزراعية موجودة، وفي ناس ما قننتش أوضاعها حتى الآن، وده ممكن يعطل شوية مشروع يعني 1.5 مليون فدان. عشان كده رئيس الوزراء وجه بإزالة أي تعديات لم تتقدم بطلبات تقنين. تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموقف التنفيذي لمشروع 1.5 مليون فدان، وذلك في اجتماع حضره وزير الري والزراعة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس شركة الريف المصري وممثلي الجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا المشروع القومي الهام، والذي يحقق توجه الدولة نحو إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على أنشطة اقتصادية وتساهم في اتساع الحيز العمراني وإتاحة فرص عمل. تناول الاجتماع بحث خطة الطرح الجديدة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تبدأ اعتبارا من نهاية شهر إبريل الجاري. وتمت الإشارة إلى أن الخطة تتضمن طرح الشركة لمساحات على صغار المزارعين، من بينها 45 ألف فدان بمنطقة المغرة، و15 ألف فدان بالفرافرة، و50 ألف غرب المنيا. كما استعرض الاجتماع آليات تقنين وضع اليد للمساحات المزروعة والمستصلحة، حيث وجه رئيس الوزراء بإزالة أي تعديات لم تتقدم بطلبات تقنين في المدة المعلن عنها. وناقش الاجتماع كذلك المقنن المائي. معانا على هذا الخبر للتعليق عليه الأستاذ محمد عبد العاطي مسؤول ملف مجلس الوزراء بالمصري اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني طبعا الموضوع ده مهم جدا، وهو إن احنا عايزين منطقة يعني أو مشروع 1.5 مليون فدان ينطلق، فربما ده عطله شوية، وهو إن الناس كانت وضع يدها ومحتاجة تقنين أو غيره. إلى ما وصل اجتماع اليوم ما بين رئيس الوزراء والمسؤولين عن هذا المشروع؟ كان مهم، وزي ما حضرتك تفضلت في قراءة الخبر، الاجتماع يعني كان فيه توجيهات صريحة لرئيس الوزراء بإزالة هذه التحديات، لأن المشروع تماما مرح له لأجل من الشركات اللي هي مؤسسة من خلال شباب. انا ممكن استاذن حضرتك لو تتحرك شويه بالموبايل، لان يبدو ان الشبكه مش طيب مظبوطه. الشبكه كده كويسه؟ تمام يا فندم، اتفضل. تمام. هو انا بقول لحضرتك ان في النهارده كان في الاجتماع في توجيهات صريحه من رئيس الوزراء وتوجيهات مباشره بازاله هذه التعديات. نعم. خاصه ان المشروع تم طرح اجزاء منه، وفي شركات قدمت اللي تم تاسيسها من خلال شباب او قدامى المزارعين او عدد من المستثمرين. المراحل الاخرى توقفت بسبب التعديات على ايوه فندم. الاراضي هو معايا؟ ايوه فندم، اتفضل. وبالتالي كان في اوامر مباشره، كان ان اللي كانت متاحه لمتعدي هذه الاراضي بان هم يتقدموا لتقنين الاوضاع خلصت، ومفيش مد لهذه المده، وتم إزالة هذه التعداد قريبا يبدأ في المرحلة. جميل. يعني هنا كمان اتكلموا عن طرح الشركة مساحات على صغار المزارعين، وده شيء بيتمناه جميع المزارعين، لأنه كان يبدو أنهم فاهمين أن الموضوع للكبار فقط والمستثمرين اللي معهم أموال طائلة فقط. فيعني هل تطرق الموضوع لكيفية طرح مساحات صغيرة على صغار المزارعين؟ هو الطرح بقى هيكون، يعني اظن ان ممكن يكون في آلية مختلفة، يعني هتكون في تسهيلات اكتر بحيث ان يتوفر او تكون في قدرة لصغار المزارعين في الاقبال على الاراضي، هذه الاراضي. المرحلة هتكون يعني مرحلة مهمة، الهدف من المشروع هو التنمية وتوفير فرص عمل لصغار المزارعين، بالتالي ان نعم. طبعا يبدو ان يعني في مشاكل برضو في الشبكة، لكن على الاقل حضرتك اطلعتنا على معظم ما نريد معرفته فيما يتعلق بهذا المشروع. كنا نود التطرق الى باقي الاجتماعات، لكن يعني يبدو ان الشبكة مش مظبوطة قوي في التقاط الاشارات. شكرا للاستاذ محمد عبد العاطي مسؤول ملف مجلس الوزراء بالمصري اليوم.
نروح لحوادث القطارات اللي كترت جدا ويحال دايما يعني المتسببين فيها او المتهمين للمحاكمه، وبالفعل تم الحكم بالسجن من 5 ل10 سنوات للمتهمين في حادث قطاري الاسكندريه. اصدرت محكمه جناح الرمل ثاني بالاسكندريه برئاسه المستشار احمد عاكف اليوم حكمها على المتهمين في قضيه حادث تصادم قطاري خرشد والذي اسفر عن مصرع 43 واصابه 196 اخرين في اغسطس الماضي. قضت المحكمه بحبس المتهم الاول قائد القطار رقم 13 وملاحظ بلوك ابيس لمده 10 سنوات، كما قضت بحبس كل من ملاحظ بلوك أبيس وسائق القطار رقم 571 ومساعده وناظر المحطة لمدة 5 سنوات، وكفالة 1,000,000 جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، والعزل 3 سنوات من الوظيفة لكل منهم. فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الخامس ورئيس القطار رقم 571. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى هاني زكي المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية قد وجهت للمتهمين تهمتي الإهمال والقتل الخطأ، وطلبت النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لما أوضحته نتائج التقارير الرقابية واللجنة السباعية المشكلة بقرار من المستشار نبيل صادق النائب العام. يعني أرواح الناس مش لعبة، قد تبدو الأحكام أحكام رادعة جدا، لكن لما بنتذكر 196 المصابين ويعني الناس اللي ماتوا وقد إيه أهلهم كمان كانوا حزانة لهذا الفقد العظيم، ده بيرجح يعني كافة العقوبات الرادعة. نروح لوزير البترول اللي بيقول إن الحكومة تستهدف من رفع أسعار الوقود الوصول لسعر التكلفة. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تستهدف من زيادات الوقود الوصول إلى سعر التكلفة ولا نستهدف تحقيق الربح أو المكاسب. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في اليوم الأول لمؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، أضاف أن الحكومة لديها استراتيجية منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود، ويتم تعويض ذلك عن طريق التوسع في حزم الضمان الاجتماعي. وأضاف إنه بعد رفع الوقود في المرة الأخيرة هناك فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في استهلاك الوقود. وأوضح أن هناك انخفاض في استهلاك البنزين 3% خلال 9 أشهر السابقة، و6% في السولار، و33% في المازوت، وثبات في معدلات استهلاك البوتاجاز. الناس كلها بتكلم عن هذا الرفع وإنه الرفع أسعار الوقود قادم، وده كان تم الإعلان عنه من قبل. نتمنى بس إن احنا نراعي إن رفع أسعار الوقود هيتسبب في رفع أسعار جميع السلع وجميع المواصلات، فإن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نتحمل هذه الفترة وتعدي بسلام. نروح لتموين واستلام 31,000 طن قمح من المزارعين حتى الآن. استعرض الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن انتظام عمليات توريد القمح المحلي في جميع المواقع على مستوى الجمهورية، وأعلنت غرفة العمليات المركزية بالوزارة استلام 31,585 طن تم توريدها حتى مساء أمس لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي ومطاحن قطاع الأعمال العام، فيما رفضت لجان الفرز 730 طن لاحتوائها على شوائب وأقماح مخزنة من العام الماضي. وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة في استلام المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء يوميا. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت بدء استلام محصول القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من غدا الأحد بسعر أردب القمح 600 جنيه درجة نقاوة 23.5 ودرجة نقاوة 585 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23 وسعر 570 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5. حول موسم استلام القمح والإجراءات التي تتم معنا على الهاتف الأستاذ عيد حسن الصحفي المتخصص في شؤون التموين. أهلا بحضرتك أستاذ عيد. أهلا حضرتك أستاذ خير. مساء النور يا فندم. يعني المعلومات المتوفرة حتى الآن حول استلام القمح، يعني بنتكلم عن استلام 31 طن قمح، لكن العملية ماشية ازاي حتى الآن؟ وطبعا القمح طبعا يعتبر محصول استراتيجي، والوزارة طبعا استعدت له قبل فترة طبعا من خلال اللجنة العليا للقمح طبعا بمراجعة الشون والصوامع والبناكر
والهناجر، ووفقا لما اعلنه الدكتور علي المصرح وزير التموين والتجاره الداخليه، فانه من المستهدف يعني توريد ما يقرب من 4 ملايين طن هذا العام، باعتبار ان وزاره التموين بتستهلك ما يقرب من حوالي 10 ملايين طن قمح سنويا، منهم 6 ملايين بيتم استيرادهم من الخارج والباقي من الانتاج المحلي، ولذا تعد مصر من اكبر الدول المستهلكه للقمح في العالم. طبعا هناك ضوابط وضعتها وزاره التموين. قبل ما ندخل على الضوابط يا استاذ عيد، 4 مليون دول مقارنه بالعام الماضي الفرق قد ايه؟ يعني ده المستهدف. يعني تقريبا حوالي ممكن حوالي 750 الف طن، على اساس ان ما اعلنته بيانات وزاره الزراعه والتصحيح الاراضي ان المساحه المزرعه هذا العام بلغت 3 ملايين سداد و200 الف طن. وهناك طبعا دي نسبه الاستهداف طبعا اللي تتوقعها الوزاره، واستعدت لها بتوفير يعني الساعات التخزينيه في مطاحن شركات المطاحن التابعه. يعني اذا في حوالي 3 4 مليون طن يعني زياده هذا العام بحسب التوقعات. 350 الف مليون 750 الف نعم يتم استهدافهم زياده عن العام الماضي، باعتبار ان الحكومه يعني حركت السعر شويه بالنسبه للمزارعين طبقا طبعا لمراعاه مستلزمات تكلفه الانتاج، وزي ما حضرتك ذكرت طبعا اللي هو درجات النقاوه اللي هو درجه الجوده الاشتراطات بقى الاشتراطات طبعا 23 ونص 570 جنيه الارداف، 23 585 و 623 ونص اللي هي الحد الاعلى بالنسبه لدرجه النقاوه. ويمكن هنا دي قياسا على الاسعار العالميه اللي كان بيطالب بها مجلس الوزراء، كان المفروض يتم الاعلان عنها في منتصف شهر مارس الماضي، ولكن يمكن عشان ظروف معينه يعني اضطر الدكتور المصرح يعني في مطلع صحفي في مجلس الوزراء عن هذا السعر، وهو يقال ان السعر المرضي يعني هو عادي في ظل الظروف اللي بتمر بها الدوله. وهناك وعد مستشار الوزير اكدوا ان الزياده تبلغ حوالي 200 جنيه في الطن، واحنا عارفين طبعا ارداف بالقمح 150 كيلو والطن حوالي 6.6 ارداف بالطن، تشجيعا للمزارعين على هذا المحصول الاستراتيجي. وطبعا هناك ضوابط بالنسبه لعمليه الاستلام، اولا طبعا هناك لجان الفرز والاستلام مشكله من البنك الزراعي بوزاره الزراعه من هيئه العامه للقبضه على الصادرات والواردات ومن جمعيه القبانيه اللي هم الوزانين، حتى لا تكون الوزاره خصما وحكم ومسؤول عن التموين او الجهه المسوقه. وطبعا في موانع لتوريد القمح المحلي، اولا الا يكون اقل من 22% درجه نقاوه، والا يكون مصابا بالاصابات الحشريه، والا يكون يحتوي على الزلط او الرمل او الحطب، بالاضافه الا يكون تم خلطه بقمح من مواسم سابقه او تم خلطه بالمستورد، وهذا شيء مستبعد. وفي الحاله الاخيره يتم مصادره القمح بالنسبه لصالح الشركه التي يتم التوريد اليها. بالاضافه الى ذلك ان الوزاره انشات غرفه عمليات مركزيه في مقر الوزاره بيشرف عليها الدكتور علي المصلحي، وبيتابعوا الكميات اللي تم توريدها والكميات التي تم رفضها زي ما حضرتك ذكرت النهارده 31,000 طن، حوالي 700 طن تم رفضها. وهذه اللجنه برضه مشكله من الهيئه العامه للسلع التموينيه ومندوب من التموين والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والبنك الزراعي، بالاضافه كمان الى قطاع الرقابه والتوزيع، بحيث انها تقدر تتعامل مع اي مشكله طارئه او معوقه بالنسبه لمواردي القمح. والوزير المصلح اعلن ان المواردين يعني هيحصلوا على مستحقاتهم في خلال 72 ساعه على اقصى تقدير، بعد ان تم توفير التمويل الكامل ما يقرب من 16 مليار جنيه من وزاره الماليه بالنسبه لمستحقي توريد القمح. نعم. طب بالنسبه للصوامع، طبعا احنا عملنا يعني تقدم في مجال الصوامع وانشانا بعض الصوامع الجديده، تاثير ده على استلام القمح هذا العام؟ حصل طبعا تقدم كبير جدا جدا في الشوان، طبعا من خلال طبعا الجهود اللي عملتها الوزاره بالاستخدام وطبعا مساعده الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وتم تطوير ما يقرب ال 150 شونه. نعم. بالاضافه كمان الى ان هناك مراكز تجميع عشان تكون قريبه من الفلاحين، حتى لا يعني يكون في اعباء اضافيه في النقل او خلافه. نعم. انا بشكر حضرتك يا فندم. اتفضل.
اخيرا تفضل لو تحب تضيف حاجه اخيرا. اهم حاجه طبعا ان الوزاره دلوقتي منعت القطاع الخاص من استخدام صوامعه في توريد هايل، ده شيء متوقع حتى تستوعب الاقماح المحليه في العام الماضي. نعم، وهي احتاجت الوزاره والساعات التخزينيه لديها وفيره، فانها سوف يتم استئجارها وتدور بالاشراف. نعم، وزاره التامين من استلام الاسلام حتى يتم. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ عيد حسن الصحفي المتخصص في شؤون التموين، شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان شاء الله موسم توريد قمح ناجح بكل المقاييس، ما نعانيش منه مما عانيناه سابقا ونتدارك فيه جميع اخطائنا. عباس شومان يصرح عروبة القدس ليست محل تفاوض او نقاش. قال الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف ان القدس في قلب كل احرار العالم، وانها قضية العرب المحورية التي لا ينساها الازهر الشريف، مؤكدا على قرار الازهر الرافض لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجائر وغير مدروس بنقل السفارة الامريكية بتل ابيب الى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. وأضاف شومان خلال كلمته بندوة ومعرض وثائق ودوريات بعنوان القدس تراث لا ينسى وينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الثقافة أن الأزهر سبق وأعلن العام الحالي عام القدس، وفي إطار ذلك سوف يكثف تنظيم الندوات والمؤتمرات لتفعيل هذا القرار ومنها ندوة اليوم، مشددا على سعي الأزهر المتواصل لتحقيق الهدف الذي لا يحيد عنه وهو أن القدس عربية، فهي مسألة ملك العرب والمسلمين أجمعين وليس محل تفاوض أو نقاش. نروح للتوقعات بنمو الاقتصاد المصري والنظرات المتفائلة من قبل البنك الدولي اللي وضحها وبتدعو للتفاؤل، لأنه بيرفع توقعاته للاقتصاد المصري 5% معدل النمو العام المالي 2018. رفع البنك الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي نسبة 5% في السنة المالية 2018 و5.5% في 2019، وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020. كان البنك الدولي توقع في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر 2017 أن يسجل معدل النمو 4.5% في السنة المالية 2018 وأن يرتفع إلى 5.3% في 2019، كما توقع البنك الدولي أن يسجل معدل التضخم 14% في العام المالي 2019 وينخفض إلى 12% في العام المالي 2020. وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره إنه مع استمرار زخم الإصلاحات في الاقتصاد المصري يتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي وأن تتقلص الاختلاجات بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات لا سيما من قطاعي السياحة والغاز. وآخر خبر معانا في فقرتنا النهاردة هو من وزارة الزراعة، وبنتكلم فيه عن المحادثات اللي بين البنا ووفد الإفريقي للثروة الحيوانية حول سبل تعظيم الاستفادة من بحوث الثروة السمكية. بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية والوفد المرافق له، بحث معهم سبل التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة السمكية في مصر. جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة لبعثة المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية برئاسة الصوالحي بديوان وزارة الزراعة لبحث سبل التعاون بين المكتب والوزارة بما يحقق مصالح شعوب القارة السمراء، حيث ضمت البعثة أيضا المدير السابق للمكتب الإفريقي واثنين من الخبراء الأفارقة بالاتحاد في مجال الثروة السمكية. وبحث الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من المعمل المركزي للثروة السمكية بالعباسة والتابع لمركز البحوث الزراعية باعتباره من أهم المراكز في هذا المجال في قارة إفريقيا، حيث العديد من الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة في مجال تربية الأسماك والاستزراع السمكي، مما يساهم في تطوير البحوث في إفريقيا وبلدان العالم. تفاصيل كثيرة طبعا حصلت النهاردة، وإحنا بنثمن هذه اللقاءات لأن مصر طبعا يعني رائدة في هذا المجال في إفريقيا، وأكيد في نقل الخبرات بيننا وبين الدول الإفريقية وفي تعاون مشترك، لأن بالنسبة لنا يعني إفريقيا تحدي كبير وهي فعلا عمقنا الاستراتيجي اللي ربما بنغفل عنه أحيانا، لكن بنستفيق على ضرورة التعاون معهم في كل المجالات.
ده اخر خبر معانا النهارده في فقرتنا الاخباريه للحصاد. بعد الفاصل هيكون معانا اكتر من ركن حواري، هنتكلم عن التنميه المستدامه والاهداف الانمائيه، وهيكون معانا في هذا اللقاء دكتور فوزي العسوي رئيس وحده فسيولوجيا الاقلمه، واللي هيكلمنا عن يعني هذه الاهداف الانمائيه والتغيرات المناخيه وايه الاهداف المطلوب مننا ان احنا نحققها في هذه الالفيه. هنتكلم كمان عن صناعة الدواجن في مصر وازاي ممكن الشباب يعملوا مشروع لتسمين الدواجن وايه هي الاشتراطات اللي بتضمن نجاح هذا المشروع واستمراره. وهيشرفنا في هذا اللقاء دكتور احمد شوقي الباحث بمركز بحوث الصحة الحيوانية، وهنتكلم ايضا عن القمة العربية وأزمة سوريا وما توصلت إليه هذه القمة من توصيات مع الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام، وذلك كله بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا بإذن الله.